المزيد حول أسواق الإمارات. معي في الاستوديو السيدة ماريسا لمدير قسم المؤسسات بضمان للأوراق المالية. ماريسا صباح الخير. أهلا وسهلا. قيم تداولات عالية جدا اليوم، لابد أن نبدأ من ذلك. ما تفسيرك لهذه القيم اليوم؟ قيم مفاجئة نوعا ما حتى نادين، والملفت أنه كان على ارتفاع، يعني هو الشيء اللي حمسنا أو شجعنا اليوم كمان بالأسواق وشجع المستثمرين، هي أنه كان في حركة إيجابية بالأسواق. فنحن الحركة اليوم اللي عم نشوفها، لا ما فينا نجي نقول انه في إلى ابعاد معينة او في محفز معين او شيء حرك السوق بهذا الاتجاه، بس في سنتمنت ايجابي من قبل المستثمرين. هلا نحن بالفترة اللي قطعت كنا شايفين شوي انخفاض بالسيولة بالاسواق المحلية، وفي عدة اسباب. يعني في كثير من المستثمرين المحليين اخذوا استثماراتهم لحتى مثلا لكودوا الاستثمارات تبعهم كرمال لحتى يقدروا يستثمروا باكتتاب ارامكو مثلا، واحدة من الاسباب. بس هلا اللي عم نرجع نشهده انه في عنا محفزات على اخر السنة. يعني في مستثمرين بتبلش هلا تجي تحط بالبورتفوليو تبع الاسهم يلي هن برايهم هي لها مردود او لها عندها ديفيدند ييلدز عاليه كرمال لحتى يجنوا ارباحها على اخر السنه وحتى يستفيدوا من النتائج تبع الشركات يعني وقت نوصل على اخر السنه. ماري، هذا العام كان من المفترض ان يكون عام الاسهم الاماراتيه حصل الرالي لفتره معينه ومن ثم لم يستطع أن يكمل. رجعنا شفنا نزول مع قيم تداولات ضعيفة بآخر كم شهر. فإذا بدنا نعمل ريكاب على العام الماضي، لماذا حصل ذلك؟ لماذا لم نستطع أن نستمر بالزخم اللي كنا بدأنا فيه تقريبا شوي قبل منتصف السنة؟ ليك في عوامل كتير بتأثر على اللي كان عم بيصير. يعني العوامل بالمنطقة كلها جيوسياسية إذا بدنا نجي نحكي بتأثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، بس نحن بدنا نجي نحكيها بس من منحة أسواق مالية بحت. الوضع الاقتصادي الوضع العقاري ما كان كتير إيجابي بالسنة اللي قطعت. يعني شفنا حتى في عنا كميات استثمارات كانت عم بتصير بس ما كانت عم تعطي المردود يلي كانوا المستثمرين هن بينظروا لها. شفنا كمان إعادة هيكلة بمحلات معينة، يعني القطاع المصرفي شفنا في اندماجات، في acquisitions كانت عم بتصير، إنه كلها كانت عم بتروح بسياق إنه تحسين او دعم للاسواق الماليه بالمنطقه وخاصه الدوله، وما كان يعني المردود سلبي. يعني بنجي نطلع حتى اذا بنجي نطلع على الاسواق او على المؤشرات تبع سوق دبي وسوق ابو ظبي ما في عنا انعكاس سلبي. يعني year to date بعدنا بالبوزيتيف سايد، بعدنا عم نشوف انه في تقدم، وهذا الشيء نحن بالنسبه لنا بيعطينا شويه دفش لسنه 2020. يعني 2020 في كثير امال مبنيه من قبل المستثمرين عليها. يعني مطرح بناء انا على ماذا؟ ما هي خلينا نحن على بناء انا على شو 2020 فعم بتقولي في ايجابيه بالسوق، ما الاسس لذلك؟ اكيد في وجهه نظر دائما انه الفالويشن قليلة بس التقييمات جيد أن تكون منخفضة، بس جيد أن يكون في إمكانية صعود بالفترة القادمة وكاتلس محفزات للارتفاع. هلا نحن بس نجي نطلع نحكي لقدام شوي، ما عم نحكي بس أنه شو الأكسبو 2020 أو أنه شو اللي عم بيصير بالمنطقة أو بالدولة بشكل اجمالي. عم نحكي بالاسواق الماليه، يعني نحن صرنا عم نشوف مثلا على القطاع المصرفي في عندك كثير تحسينات كانت عم بتصير، في عندك اندماجات عم بتصير، ولا اندماج من الاندماجات اللي صارت بالقطاع المصرفي كان لها تاثير سلبي، بالعكس كلها عطيت ايجابيه وعطيت دعم للقطاع المصرفي. وحتى كاسهم اذا بنجي نطلع عليها سهم بسهم كان البرفورمنس تبعها اوت بيرفورمينغ، اذا بدنا نجي نطلع عليها نسبه للسوق ككل. يعني طلع اميرتس ام بي دي البرفورمنس تبعه خلال السنه، يعني تخيل من اكثر الاسهم يلي كانت ايجابيه خلال السنه، حتى المردود اللي انعطى للمستثمرين منها كان ايجابي. واذا بنطلع على بقيه الاسهم بنفس القطاع، هلا القطاع اللي نحن بنطمح له انه يكون في له تحسن بنطلع فيه بايجابيه هو القطاع العقاري. يعني القطاع العقاري وصلنا فيه بتخيل او بتامل انه نكون وصلنا فيه لبوتم نوعا ما، لانه في بوتنشل كثير عالي بالقطاع العقاري. يعني حتى بنجي نطلع على الخسائر المتراكمه للشركات العقاريه اغلبيتها هي بيست على مارك تو ماركت للبروبرتي تبعهم، يعني هي فالويشن، قصه فالويشن ما قصه operations عم تنخفض او انه عم بيكون في عندك سوء اداره لحتى عم تتراكم الخسائر. فوقت اللي بيصير في عندنا نحن اعاده تقييم لهيدي المحافظ يلي بالريل استيت كومبانيز، حنلاقي طبيعه الحال انه الارباح عم ترجع تزيد فيها. ذكرت موضوع الخسائر المتراكمه، لاحظنا امر ملفت في الايام الماضيه، دي اكس بي انترتينمنت املاك اعلنتا خطط للتعامل مع الخسائر المتراكمه. يبدو انه هذا مطلوب من السوق اليوم. نعم. المطلوب من الشركات ان يقدموا مثل هذه الخطط. صح. المستقبلية لمعالجة الخسائر. ما هي
الخطوات التنظيمية المطلوبة؟ يعني إلى أي مدى هذا يعتبر توجه أو نقطة بالاتجاه الصحيح بالنسبة للجهات التنظيمية بأسواق الإمارات، خاصة أنه عندنا مجموعة من الشركات عم بتعاني، يعني نتائجها كانت سلبية، خسائرها المتراكمة عالية، هل هو واحد من مساعي التعامل مع هذا النوع من الشركات المدرجة في الأسواق؟ لكن دي نحن شهدنا بالسابق، يعني مؤخرا كانت قصة دي اس اي منها انه اخر وحدة، يعني بس دي اس اي بعدهم لهلأ المستثمرين عم بتكبدوا خسائر من وراها، بعدهم لهلأ منها واضحة بالنسبة لهم الامور. فوقت نجي منلاقي الهيئة انه عم تدعم المستثمر بهذا المنحة وعم تطلب وعم تفرض على الشركات هيكلية معينة للتعامل مع الخسائر المتراكمة، هذا بيعطي نوع من الراحة بالنسبة للمستثمرين. يعني هلأ مثلا نطلع نحن مثلا ارابتك عندها خسائر متراكمة، بس نجي نطلع على التداول تبعها بقلب السوق، تداول ايجابي، يعني ممكن انه الشركه عندها هالقد خسائر اذا بنفكر فيها بالمنطق يكون عندها هالقد تداولات بقلب السوق وبالاخضر، يعني تكون مرتفعه اسعارها. فوقت اللي بنجي نلاقي تدخل الهيئه او حتى الاسواق الماليه والريجوليترز بهذا الموضوع بيعطي دعم للشركات بالدرجه الاولى لحيث انه يحسنوا بالاداء تبعهم كرمال لحتى يتجنبوا الخسائر انها تزيد او حتى انه يقلبوا البرفورمانس انتو بروفيتس. وثاني شيء هن المستثمرين، لانه بحق لهم هن بالدرجه الاولى هن اللي بيحركوا السوق، فمعنيين بشكل كثير مباشر، وبحق لهم انه يكون عندهم وضوح على الفكره اللي عم بتصير بالشركه. شكرا جزيلا لك سيده ماليسا، لمدير قسم المؤسسات بضمان للاوراق الماليه، اهلا وسهلا بك.